اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في فقره كواليس المونديال. كريم سعيد، ازيك يا كيم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ كله كويس. طب الحمد لله. خلينا نطلع نشوف البرنامج اليومي زي ما احنا متعودين دايما، التقرير خاص فيما يخص ما حدث النهارده في المونديال طول النهار من خلال هذا التقرير. جولة في أهم أخبار مونديال قطر 2022. وليد الرجراجي مدرب منتخب المغرب الشقيق يبدي رغبته في الفوز على فرنسا، ويؤكد أن لاعبيه قادرون على تحقيق المفاجأة كما حدث أمام بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال. ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب يأمل في الحفاظ على نظافة شباكه أمام فرنسا للفوز بجائزة القفاز الذهبي. إلياس شاعر لاعب منتخب المغرب يؤكد على جاهزية زملائه لمواجهة فرنسا، ويؤكد أنهم سيقدمون كل ما يملكوا من أجل إسعاد الجماهير. مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب يقول إنه سيجد حلاً للصلابة الدفاعية لمنتخب المغرب في المواجهة المصيرية في نصف النهائي. هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا يؤكد أن منتخب المغرب يمتلك صلابة دفاعية فولاذية بجانب إجادة المرتدات والكرات الثابتة، ولديهم زياش الذي يستطيع صناعة الفارق. المنتخب الفرنسي صاحب أعلى قيمة سوقية في دور الأربعة من المونديال تبلغ 997 مليون و500 ألف يورو، ويأتي على رأسهم هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي ب160 مليون يورو. لوتار ماتيوس نجم الكرة الألمانية السابق يطالب أشرف حكيمي وحكيم زياش بالفوز أمام فرنسا في مباراة نصف النهائي والصعود إلى نهائي المونديال.